مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن تداعيات قرار الحكومة نقل البنك المركزي إلى عدن. القرار المنتظر منذ فترة تحقق أخيرا، وتم نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وبدأت من هذه اللحظة مرحلة مواجهة تداعيات القرار الذي من المنتظر أن يمثل انعطافة خطيرة في مسار الأزمة اليمنية. تقول الحكومة في معرض تبريرها لهذه الخطوة إن البنك المركزي بقي خلال العامين أداة في يد الميليشيا ومموّلا لحربها على اليمنيين، حتى أوصلت الميليشيا إلى حافة الإفلاس. فيما يقول المعترضون إن هذه الخطوة ليست أكثر من صب الزيت على النار، وليست بذات قيمة على المستوى الاقتصادي، بل إن مخاطرها على المستوى السياسي أكبر مما يمكن أن تجلبه من حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمنيون بعد عامين من الحرب. الحكومة قالت إنها ستفي بكل ما عليها من التزامات، كما إنها سترفد البنك بموارد لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، كما أنها ستكون مسؤولة عن جميع المواطنين. وهذا ربما يشير إلى أن الحكومة قامت بهذه الخطوة بعد الحصول على ضمانات من الحلفاء الخليجيين بدعمها، خصوصا وأنها تواجه الكثير من الالتزامات بميزانية فارغة. دلالات نقل البنك المركزي إلى عدن وتداعيات هذه الخطوة الاقتصادية والسياسية ستكون محور نقاشنا هذا المساء من زوايا الحدث، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. البنك المركزي يعود فارغا للحكومة بعد عامين من سيطرة ميليشيا الحوثي على البنك وكل المؤسسات المالية اليمنية. قررت حكومة الرئيس هادي إنهاء ما كان يعرف بالهدنة الاقتصادية ونقل البنك المركزي للعاصمة المؤقتة عدن، في خطوة اعتبرها البعض أخطر قرار منذ التدخل العربي في اليمن قبل أكثر من عام ونصف. نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن ترافق مع مجموعة من القرارات المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك ووزارة المالية، وأثار الكثير من الجدل في الأوساط اليمنية لناحية توقيته وتداعياته. فبين متشائم ومتخوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من التفتيت السياسي للبلد وإطالة عمر الحرب، وبين من يرى أنها خطوة جيدة وإن تأخرت حتى استنزفت الميليشيا احتياطي البلد وأنهكت الاقتصاد الذي صار على مشارف انهيار شامل. في كل الأحوال تبدو عملية نقل البنك المركزي إلى عدن خطوة أخرى في الحرب ضد ميليشيا الحوثي الحاكمة في صنعاء عن طريق خنقها اقتصاديا بدلا عن الخيار العسكري الذي يبدو أنه يحول دونه اعتراضات من قبل القوى الدولية. ولكن هذه الخطوة ذاتها قد ترتد في وجه حكومة هادي وتتحول لمشكلة أخرى على طريق السلطة الشرعية الذي تعوق الإشكالات من كل جانب. فبعد أن كانت سلطة الميليشيا محصرة بالمطالب الشعبية التي تتعاظم في مواجهتها كل يوم بعد أن استنزفت المخزون النقدي للبلد وأشرفت على الإفلاس، تأتي هذه الخطوة وكأنها إنقاذ لها وتخليص لها من مشكلة تكبر في وجهها كل يوم، وتحويل للسخط الشعبي باتجاه الحكومة التي استلمت بنكا فارغا واقتصادا منهارا. وهنا تبرز قضية الضمانات التي ربما تكون قد حصلت عليها الحكومة من حلفائها الخليجيين، إذ أن إقدام الحكومة على خطوة كهذا لا تبدو رجما بالغيب أو قفزا في الفراغ، وينتظر اليمنيون أن تبدأ الحكومة وحلفاؤها خطوات فعلية لإعادة الأمور إلى نصابها، بما من شأنه منع تحقق مخاوف المتشائمين وتلافي تدهور حياة اليمنيين إلى أسوأ مما هو قائم. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من صنعاء الصحفي الاقتصادي عبد الإله تقي. سيد عبد الإله، أخيرا الحكومة قررت المضي في قرار استعادة البنك المركزي، تم نقله إلى عدن. لا يمكن الحديث الآن عن تأييد أو معارضة، لكن كيف يمكن أن تستمر العملية الاقتصادية على الوجه الأمثل وفق هذا الانتقال؟ طبعا السيد رئيس الوزراء بن دغر هو مهندس قرار تعيين محافظ بنك جديد وقيادة جديدة لمجلس إدارة البنك المركزي في عدن ونقل هذا البنك إلى مدينة عدن. أعتقد أن السيولة في البنك المركزي في صنعاء انتهت تماما، وشعر بن دغر أنه لم يخسر شيئا بنقله، بالتالي هو يعتقد أنه ليس هناك من مانع أو من خطورة أو مخاطر قد تتبع هذه العملية، إلا أن أعتقد في المستقبل الآن مرحلة إعمار أو بناء البنك المركزي والنظام المصرفي والأنظمة الآلية التابعة له والموظفين كذلك
ستكون تحديا لاحقا، لكن يريد البنك المركزي او حكومة بن داغر محاولة التحكم بالاحتياطية الخارجية وما تبقى منه، وما سيتم توريده من صادرات النفط من عدن، من صادرات النفط من حضرموت ومعرب إذا تم استئناف تصديره. لا بشكل عام، لكني بصراحة أقف يعني هناك لا تزال مخاطر جمة أمام تفعيل دور البنك المركزي في إدارة الدورة النقدية طيب. والمالية لحكومة الجمهورية. طيب في هذه النقطة، أولا يجب الإشارة إلى أن ليس فقط يعني رئيس الوزراء بن داغر هو من سيتبنى هذا القرار، بالتأكيد هناك طاقم اقتصادي كامل وافقه أو عمل دراسة معينة، والقرار جاء على رئيس الجمهورية، هو قرار جمهوري في نهاية المطاف. ثانيا اشرح لنا ما هي هذه المخاطر التي تتوقع حدوثها في المستقبل القريب. نعم، هو أول المشاكل التي تحيط بالبنك المركزي الجديد في عدن هي المشكلة الأمنية. قد نصح يوما على مفاجأة معينة بتفجير هذا المبنى مثلا في ظل عدم وجود ضمانات أمنية إلى حد الآن أو تحسن أمني حقيقي في مدينة عدن إلى الآن، مع العلم أنه الحكومة لا تزال غائبة عن مدينة عدن منذ عدة أشهر بعيدة. ثانيا الأنظمة يعني الفروع البنوك التجارية والبنك المركزي فرعه في مدينة عدن مباني القليلة وذات الحجم الصغير من ناحية الطاقم، من ناحية الأجهزة أو الأنظمة الآلية التي تتعامل معها، وكذلك الخبرات، لأنها مثل هذه الفروع تتعامل بشكل روتيني ولا تتعامل بالشكل الفني المطلوب الذي يتطلبه البنك المركزي في مدينة عدن. ثم هناك أيضا المشكلة النقدية والمالية أو الملاءة المالية الذي يجب أن يتمتع بها البنك المركزي، هو لديه الآن ما يقرب من 700 مليون دولار، وهناك أيضا إيرادات صادرات النفط التي ستكون قليلة حتما، وبالتالي يجب هناك من وجود دعم مالي من الدول الخليجية بشكل خاص وكذلك الدول الصديقة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. هذه ثالث تحدي يواجه البنك. طيب يعني في حال يعني بعد هذه الخطوة من قبل الحكومة، في حال أصرت سلطة الانقلاب في صنعاء على التمسك بالبنك الذي في يدها وكذلك الشروع في إجراءات تأسيس سلطة نقدية أخرى في صنعاء، كيف سيتطور الأمر برأيك إذا ما تحدثنا عن ردة فعل الحوثيين أو الانقلابيين بشكل عام؟ طبعا القرار صدر فعلا ولا سبيل لمراجعة يعني الحيثيات ما قبله، لكن أعتقد أنه سيتم إبقاء البنك المركزي في صنعاء عاملا، لكنه سيفقد الصيغة القانونية التي كان يتمتع بها ومع البنوك الدولية الأخرى وكذلك داخليا مع البنوك المحلية الداخلية التي ستتبع مصلحتها ومصلحة مودعيها. بالتالي أعتقد أن هذه البنوك الداخلية يجب أن تنقل عملياتها إلى الجنوب وستتعامل مع السلطات البنك المركزي في مدينة عدن، لكن ستبقى أتوقع أن يواصل ويستمر الحوثيون وحلفائهم في تحصيل الإيرادات الضريبية وعمل إصلاحات ضريبية وجمركية وإتاوات بشكل عام لتحسين إدرار الدخل للدول التي يقومون إدارتها، ومن ثم الالتزام بدفع رواتب مثلا القوات المسلحة التي ترتبط معها في حروبها مع ضد الطرف الآخر، وكذلك أعتقد يعني تسليم أو السداد بعض النفقات التشغيلية لبعض الخدمات العامة وإن كانت قليلة، لكن سيبقى البنك المركزي في صنعاء مثل كأنه بنك تجاري عادي تماما، ليس له أي صلاحيات قانونية أو قوة قانونية. طيب الآن هذا القرار نقل البنك المركزي جاء مع قرار تعيين
محافظ جديد لهذا البنك، وكذلك نائب لمحافظ البنك، نائب للرئيس، نائبا لرئيس البنك، وكذلك نائب وزير المالية ممثلا عن وزارة المالية منصر القعيطي وعباس الباشا والدكتور الباطني. هذه القرارات يعني يفهم منها سياسة جديدة عامة، خاصة بعد يعني التبادل أو يعني الحديث الإعلامي لرئيس الوزراء ومن ثم لمحافظ البنك السابق همام. نعم طبعا الآن هو نبدأ الآن عملية إدارة مالية، يعني إدارتين ماليتين منفصلتين للبلاد، كل منهما سيكون مسؤولا عن إدارة القسم الخاص به والتابع أو الذي يسيطر عليه، وبالتالي سيكون هناك وزارتين وبنكين مركزيين إلى حد ما. وبالتالي يعني المعلوماتكم فالوزارة المالية السابقة كانت تجبي الضرائب وكل شيء، وكان كل هذه الإيرادات تذهب إلى البنك المركزي في صنعاء، وكان هذه المال يخص الوزارة المالية ولم يكن في يد محافظ البنك المركزي السابق أي سلطة عليها، لأنها تصرف بشيكات موقعة ومنضية من وزارة المالية في صنعاء، وبالتالي فهو مجرد أو كان مجرد أمين صندوق. الآن سيختلف الوضع، سيكون وضع أفضل بالنسبة للمناطق الجنوبية والخاضعة لسيطرة مناصر هادي، وسيكون الوضع متدهورا وخطيرا بالنسبة للمناطق الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون وحلفائهم، وبالتالي ستتأثر كثير من الخدمات العامة، خاصة بوجود أيضا تعيينات وزارية لوزراء مختلفون مثل وزراء التعليم مثلا أو وزراء المياه أو بعض الوزراء الذين يعني قد يصدر عنهم قرار جديد بالتعيين، وبالتالي ستكون هناك سلطات كاملة حكومية منفصلة بين الجانبين. طيب هل هذا يحتم وجود أيضا أسعار متفاوتة للعملة بداخل ذات البلد؟ يعني وجود سلطتين نقديتين يفهم منه أن هناك عملتين مختلفتين أيضا. نعم هو ليس بالضرورة أن يوجد هناك عملتين مختلفتين، لأنها ستكون سابقة لم تحدث من قبل، لا ولا أتوقع أن يتم إصدار عملة جديدة، لكن يمكن أن يتم طباعة عملات إضافية من الريال اليمني في الخارج ستكون للحكومة، لكن أتوقع أن يتم التضييق أيضا على لأنه نسمع كثيرا عن نية الحكومة بتغيير العملة، لكن هناك ثغرة كبيرة جدا في حالة تم ذلك، لأنه ستضطر الحكومة أن توفر وقتا للمواطنين من أجل تبديل عملاتهم السابقة بالجديدة، وبالتالي سيقوم الحوثيون باستغلال هذه الثغرة وتبديل ما لديهم، وبالتالي ستظل العملة كما هي، لكن سيكون هنالك تقييدا كبيرا وحصارا على منع العملة من الوصول إلى أيدي السلطات الأمر الواقع، وبالتالي فمثلا في مدينة صنعاء سيتم دفع الرواتب عبر البنوك الخاصة أو عبر محلات الصرافة فقط وليس عبر البنك المركزي في صنعاء، وكذلك الأمر في بقية المناطق التي تخضع لسلطات الحوثيون. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الإله تقي، انضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من الشارقة الباحث والكاتب دكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر، يتحدث البعض أن هذا القرار ستكون له تبعات سياسية، ستلحقه أيضا تداعيات على مستوى الوحدة السياسية لهذا البلد، ما مدى معقولية مثل هذا الطرح برأيك؟ أنا أعتقد أن هذا القرار جاء متأخرا إلى حد ما، وكان من الضروري بمكان أن يتم اتخاذ تدابير أساسية فيما يتعلق بالمسائل السيادية المرتبطة بالدولة، وواحدة من أهم المسائل السيادية بل المعيارية في السيادة هي مسألة العملة، خاصة إذا عرفنا أن العملة في نهاية المطاف هي تعبير عن كونها مستودع قيمة ووسيلة تبادل وائتمان، وهي بهذا المعنى تعبر عن كل القيم المادية والروحية التداولية في المجتمع، وللعملة قوانين خاصة فيما يتعلق برصدها واحتسابها وصرفها والحفاظ عليها، كل هذه القوانين تم تدميرها من قبل الحوثيين في حقيقة الأمر، لأننا كنا نتوفر على ما لا يقل عن 7 مليار دولار رصيد استراتيجي بالعملة الصعبة، وكنا نتوفر على أيضا
مئات المليارات من الريالات. اليوم بعد أقل من سنتين نكتشف أن كل هذه الأرصدة تبخرت وأنها صرفت في أوجه لا علاقة لها بالالتزامات الأساسية للدولة. وتبعا لذلك كان هذا القرار يبدو قرار جبري لا مفر منه، لأنه قرار إنقاذي في نهاية المطاف. نحن عندما نتحدث عن انتقال المصرف المركزي لا نعني بحال من الأحوال أن اليمن ستتجزأ أو ستتشبه، سيكون هنالك التزامات من قبل البنك المركزي في شكله الجديد وفي موقعه الجديد أينما كان هذا الموقع. هذا الشكل يعني تماما الحفاظ على قانون العملة، اعتبار أن هذه العملة معادل معياري للقيم المادية والروحية في عموم اليمن، اعتبار أن هذه العملة هي قيمة استثمارية وائتمانية أساسية، ثم أيضا الالتزام تجاه الوحدات الأساسية العسكرية والمدنية التابعة للدولة وليس الميليشيات التي يتم استكتابها بالآلاف ويصرف عليها خارج نطاق القوانين العامة والأنظمة العامة للدولة. هذا هو الجوهر الأصيل والمعنى الحقيقي لهذا القرار الذي اتخذ مؤخرا. طيب الآن هذا القرار هو قرار اقتصادي بالدرجة الأساسية، ما الذي يجب أن يتبعه من قرارات سياسية أيضا من قرارات أو تحركات على الأرض أيضا؟ هذا القرار يأتي استتباع لرفض العملية السلمية من أساسها من قبل الفتيل ومن يتحالف معهم. القضية ببساطة شديدة جدا أن الشرعية اليمنية ليست ممثلة في ترويكا سياسية وفي نخبة من النخب السياسية، ولكنها ممثلة في الدولة اليمنية، هذه الدولة اليمنية التي يتم تغييبها ومصادرتها من قبل الانقلاب. هذا هو جوهر الأمر، وهذا الانقلاب في نهاية المطاف يتعارض مع القيم الدولتية والمؤسساتية، وبالتالي كل خطوة تتجه نحو مأسسة الدولة أو إعادة مأسسة الدولة وإعادة الاعتبار للدولة المخطوفة تعني في نهاية المطاف أنها لعموم اليمن ولعموم المسألة المرتبطة بالعملية السياسية التوافقية الحكيمة ابتداء من المبادرة الخليجية مرورا بمؤتمر الحوار الوطني ونتائجه ووصولا إلى القرارات الأممية الداعمة في نهاية المطاف لاستمرار العملية السياسية من حيث انتهت. الذين يرفضون العملية السياسية ويريدون استبدالها باستحداثات لا علاقة لها بكامل المرجعيات التوافقية التي وقعوا عليها هم بالأساس وشاركوا فيها، هؤلاء جميعا هم الذين يعملون ضد الدولة وضد المؤسسة وضد الخروج من المأزق الحالي الذي نحن فيه. نعم. طيب سنعود إلى ابقى معنا دكتور عمر، أعود إلى الأستاذ عبد الإله الطقي الصحفي الاقتصادي. أستاذ عبد الإله، الحكومة أعلنت أنها ملتزمة بكافة ما عليها من التزامات، باعتقادك هل ستكفي عائدات النفط للوفاء بهذه الالتزامات أم أن هناك يعني خيارات أخرى ستوفرها الحكومة؟ طبعا لن تكفي ان توفر لدى البنك المركزي في تغطيه الاحتياجات بسبب ان الاحتياجات ضخمه جدا، نحتاج الى ما يقدر 10 مليار دولار سنويا لتغطيه كافه بنود الموازنه العامه، وهو مبلغ ضخم كان معتمدا في عام 2014 قبل حدوث ارتفاع كبير للاحتياجات الانسانيه في اليمن إلى حد كبير، وبالتالي هذا هو المستوى الأدنى المطلوب. وبالتالي أن توفر مع إرادة النفط التي ستصدر ستكون قليلة جدا، لكن الوضع يتطلب إلى دعم مالي حقيقي من دول الجوار ومن المؤسسات والمنظمات الدولية المالية وكذلك الدول الصديقة بكل تأكيد. لكن اعتقد ايضا ان الحوثيون او سلطات الامر الواقع ستقوم ايضا بعمليه اصلاحات ماليه، وهي قد قامت بالامس المجلس السياسي عقد جلسه يوم امس واقر بعض الاصلاحات الاقتصاديه، لكن نشرات الاخبار لم تفصل ماهيه هذه الاجراءات. وبالتالي فالدعم المالي من الخارج امر حتمي ومفترض. إذن أشكرك الصحفي الاقتصادي الأستاذ عبد الإله الطقي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، وأعود إلى دكتور عمر عبد العزيز. دكتور، ما هي ردة فعل الانقلابيين المتوقعة على هكذا قرار؟ هناك ربما كانت الكثير من الأمور المترتبة على هذا القرار، هناك
فائدة إن صح التعبير أخذها الحوثيون بوجود البنك المركزي بصنعاء، استفادوا منه بشكل كبير. الآن هناك تغير نقطة انعطاف كبيرة، كيف ستكون ردة فعل الانقلابيين برأيك؟ مما لا يزال فيه أن هذا الإجراء يعني محاصرة الانقلاب ومحاصرة التمرد على الشرعية ومحاصرة التمرد على العملية السياسية ومحاصرة التمرد أيضا على القرارات الدولية. باختصار شديد الأمر الآن هو على هذا النحو، المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، المسؤولية تقع على عاتق التحالف العربي الذي بطبيعة الحال في اطلاع مؤكد على هذه التفاصيل، والبنك المركزي بشكله وهيئته الجديدة ومرجعياته المالية الجديدة حتما سيكون بنكا مركزيا يضمن الحد المعلوم من المعيار الثابت لمعنى وجوهر العملية المالية الكبرى. ومن هذه الناحية أنا أعتقد أنه ستتدفق إمكانيات ابتداء من حقوق الشعب الخاصة في صندوق النقد الدولي، مرورا بدعم الحلفاء العرب الذين بوسعهم أن يودعوا مبالغ معينة في البنك المركزي، إضافة إلى تعزيز وتنمية بعض الموارد وخاصة الإيراد النفطي الذي أتوقع أنه سيتزايد، لأننا علمنا مؤخرا أن النفط الذي كان يستخرج والذي كان يصل إلى عدة مئات من البراميل في اليوم تقلص منهديا على مدى سنوات حكم علي عبد الله صالح، ولم يكن ذلك التقلص إلا تقلصا إثميا، أي أنه كان هنالك إنتاج واسع للنفط وبالمقابل كانت المرجعيات الدخترية المكتوبة في هذا الإنتاج أقل بعشرات المرات مما كان عليه الإنتاج، مما يدل دلالة قاطعة على أن هنالك إيرادات يمكن أن تتعدد على مستوى الغاز والنفط شريطة أن تتموضع الشرعية بوصفها مؤسسة حكومية ورئاسية في الداخل اليمني وأن تشرف على العملية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، وهذا شرط أساسي وجوهري وعدت به الحكومة وعلى أساس أن يتم بعد العيد، والكل بانتظار هذا الوعد الذي سيمثل تماما محك اختبار حقيقي للشرعية اليمنية. طيب الآن هذا يعني هذا القرار يأتي في سياق الحرب على الانقلابيين ومشروع استعادة الدولة كما تفضلت باستعادة مؤسساتها على الأقل. الآن الشرعية كانت على أبواب صنعاء، هذا القرار يعني أن هناك حسما قريبا أم أن الحرب ستستمر بشكل أطول؟ المسألة المتعلقة بالجانب الميدان العسكري يدركه العسكريون ويعرفونه، نحن كمراقبين سياسيين نتمنى أن تنتهي هذه الحرب سلما لا حربا بالدرجة الأولى، لكن على الجميع أن يعودوا إلى عقولهم وأن يفهموا أن العملية السياسية هي المخرج الوحيد، والعملية السياسية يعني عدم القفز على الحقائق الموضوعية من جهة وعلى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل الأطراف المختلفة من جهة أخرى، وعلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي مثل الذاكرة الجمعية للأمة ليس بالمعنى السياسي المجير على الأحزاب فقط، ولكن المكونات الاجتماعية والاتحادات الإبداعية والرموز الوطنية المختلفة، كل هؤلاء الناس تشاركوا في حوار مفتوح على مدى عام كامل وكانت هنالك نتائج مقبولة ومرضية من حيث الأساس والجوهر، وهي نتائج في نهاية المطاف ليست مقدسة بل إنها قابلة للتطبيق كما هو الحال بالنسبة لشكل الدولة على سبيل المثال القطر أو بالنسبة للامركزية وكيفية تحققها في إطار اتحادي أو بالنسبة لتعظيم الأفضليات التنموية الأفقية في الأقاليم المختلفة لليمن وغيرها من التدابير التي كانت تعني في نهاية المطاف إنقاذا عاما للوطن ومشاركة جماعية للجميع في إطار من معادلة جديدة لمعنى المواطنة ومعنى الهوية ومعنى إدارة الدولة ومعنى الانتماء للعصر. كل هذه الأشياء ما زالت واردة وقابلة للتنفيذ إذا كان هنالك من لديه عقل ورأي سديد، وإذا كان هنالك من يريد أن يتراجع عن ثقافة الحرب وثقافة الحلول الميليشياوية والعصبيات القبائلية الضيقة وغيرها من الحلول. طيب دكتور، الآن العاصمة المؤقتة عدن شهدت الكثير من التعقيدات على مستوى توافد أفراد الشعب إليها، الآن هناك البنك المركزي ينتقل إلى هناك، هل ستواجه هذه المعضلات؟ ستحل؟ أنا في تقديري الشخصي إذا ذهبت المؤسستين الرئاسية والحكومية بجمعها وإذا ذهبت الذاكرة العامة للمؤسسات اليمنية إلى العاصمة الجديدة للوطن وهي عاصمة مؤقتة بطبيعة الحال، في هذه الحالة أنا في تقديري الشخصي سيتم محاصرة كثير من العيوب والأنواع وسيتم الانتقال بطريقة متدرجة وهادئة إلى حد كبير جدا،
لكن العلة الكبرى تكمن في تقديري الشخصي خلال الفترة الماضية في غياب المؤسسات الأساسية للدولة. هذا الغياب لا مبرر له في تقديري الشخصي، وهو شرط جوهري وأساسي لضمان سير العملية التنموية والعملية الإدارية والعملية الوطنية الكبرى من خلال العاصمة. الكاتب والباحث الدكتور عمر عبد العزيز، كنت معنا عبر الهاتف من الشارقة، شكرا جزيلا لك، كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام حلقة اليوم من زوايا الحدث تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزميل كمال حيدر منتج البرنامج. إلى اللقاء.